مشاهدي متشبعي قناة شوف تي في، اللحظة اللي كان الكل كيتوقع من بعد لا تم الاستدعاء ديال البدراوي وكريمين لدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد الاستماع إليه من طرف عناصر الفرقة الوطنية الشرطة القضائية. في هذه الأثناء كيتم النقل ديالهم بواسطة سيارة ديال الشرطة التابعة لجهاز الأمن الوطني إلى سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء. الساعة تشير إلى 2:15 بعد منتصف الليل. الملف اللي كيدخل في إطار الجرائم المالية والتلاعب بوسائل الدعم. كنا كنعرفوا بأن البدراوي كان رئيس سابق ديال فريق الرجاء البيضاوي، وكريمين الملقب بإمبراطور بوزنيق. بعد الأمر ديال السيد أو ملتمس السيد الوكيل العام للملك بالمتابعة ديالهم في حالة اعتقال، السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يأمر بوضعهم أو إيداعهم السجن عكاشة لمتابعة التحقيق التفصيلي معهم في حالة اعتقال. نتمنى سعادة التحقوا بنا في هذا المباشر البدراوي وكريمين في اتجاه سجن عكاشة بتهم ثقيلة سطرتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، والسيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف قرر المتابعة ديالهم في حالة اعتقال. في الأثناء عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يقوموا بالنقل ديالهم إلى سجن عكاشة لمتابعة التحقيق التفصيلي معهم في حالة اعتقال. ما نساوش بأن سجن عكاشة يتواجد به عدة شخصيات متابعة من نفس أو من طرف نفس المحكمة، محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بينهم الوزير السابق محمد مبديع ورئيس فريق الوداد البيضاوي سعيد الناصري ورئيس مجلس جهة الشق عبد النبي بعيوي وعدة شخصيات. هذا كيبين بأن لا أحد فوق القانون بالمملكة المغربية الشريفة، الكل سواسية أمام القانون. شخصيتان تنضاف إلى الشخصيات القابعة بسجن عكاشة. اللي
تم الاستماع إليهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية الشرطة القضائية وتقديمهم أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والأمر بإيداعهم من طرف السيد قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بعد أن قرر السيد قاضي التحقيق قبول ملتمس السيد الوكيل العام للملك بالمتابعة ديالهم في حالة اعتقال. إذن في اتجاه سجن عكاشة مشاهدينا الكرام، لكل من البدراوي وكريمي البدراوي الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي وكريمي الملقب رئيس جماعة ببوزنيقة والملقب بإمبراطور بوزنيقة في هذه الأثناء لحظة الوصول إلى سجن عكاشة كما تتابعون مباشرة على قناة الشعب قناة شوف تيفي. لحظة الوصول مشاهدينا الكرام تتابعونها مباشرة على قناة شوف تيفي. سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء يستقبل في هذه الأثناء
عزيز البدراوي وكريمين امبراطور مدينة بوزنيق، بعد الامر ديال السيد قاضي التحقيق بالايداع ديالهم السجن عكاشة ومتابعة التحقيق معهم تفصيليا في حالة اعتقال. لحظة الوصول مباشرة على قناة الشاب، قناة شوف تيفي. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، إلى مباشر آخر.